السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم شاهدنا كيفاش وين الحصة تاعنا اللي غادي نهضروا وين الوفد الجديد لصفوف المنتخب الوطني الجزائري يلهب صراع أوروبي، وهو حميش، يعني وين لعاب كبير. هذا حميش لعب كبير، لعب يعطيه كونفيونس بن سبعيني يدبر بوست في الميليو تيرا ولا في الاخر كيما، لعب كبير، لعب ملاح هذا، وتاكلين على رواحهم. كي كان يقول لك باللي نجي اللاعب اللي كان يشوف باللي خير من ذاك الجوار، كان يشوفوا في رواحهم باللي هما احسن، كان يشوفوا في رواحهم هما خير من ذوك هذو الجوار لهم يلعبوا. هذه هي وين استدعى الناخب الوطني جمع بالماضي 7 أسماء جديدة للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في تربص شهر جوان الحالي، استعداد لمواجهة أوغندا وتنزانيا على توالي ضمن جولتين الأولى والثانية من تصفيات نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا كود في الكوت ديفوار 2023. وضمت القائمة لاعبين جدد التي استدعاها جمع بالماضي المدافع يانيس حميش، المدافع نادي يعني البرتغالي الذي من المقرر ارتداء قميص المنتخب الوطني الجزائري أول مرة في مسيرته الكروية. أنا الله يجعل يلعب، كاين هو شو كاين زدادكا وكاين حميش، وفي اللاكس يلعب طوبة مع ماندي، البولات واللي تطلع ماشي تاع كيما بكري فوم فوم الميليو تيرا خاوي، ولاو الناس على بالك لادفيرسير كي ولا يدير، ولينا نسهلوا لهم نقلبوها من لا ديفونس هما يقلبوها يحطوها ويبنوا الهجمه تاعهم، يحطوا ولينا نعاونوا لادفيرسير. سيراليون غبنتنا بهذه الطريقه، غينيا استوائيه غبنتنا بهذه الطريقه، ما وليناش نقلبوا روحنا، ولاو الناس فاقونا، ولاو يقلبوا البوله يقارعوا لنا، يعمروا الميليو تيرا تاعهم ويقارعوا، يضربوا الدب تتكلم عندهم هما، يعرفوا كي غادي نلعبوا ويطلعوا يصنعوا الهجمه تاعهم. حنا السير الاخرى كي غبنتنا بوركينا فاسو، كي غبنتنا الاخرى كسموها بالك شتو شو باش ما نروحوش بعيد. البنت اللي قلعهم بولحي على 2 خطرات في 68 دقيقه كونت الكاميرون، فما كي داروا الهجمه الروتري مين داره، والبولا كي جات قضبها بن عمري جاب يخرب يضربها لوباها، المهم خرج على الله. دب تكلمت في الميليو تيرا، جوار ذاك الميليو تيرا شادر اعطاها للجوار على الكوتي كوتي دروا، عطاها الكوتي دروا ذاك تاع الكاميرون، عطاها للجوار صاحبه تاع الكوتي دروا، دار روتري ديريكت ديريكت توب مزية. كانوا غادي يكملوا معنا في 90 دقيقة، مزية بولحي على 2 خطرات خرجها، باش يكون على بالكم، باش يكون على بالكم. حنا فاقونا ولا يقرعونا في الوسط ونقاو يقارعو، يديرونا دو باريال ويقرعونا، يا طيح باريال الاولى يا الزاوجة، ويبنوا الهجمة تاعهم يطلعوا بها ولا يحطوا. شوفوا نهار الكوت ديفوار فانيك، كوت ديفوار كلاونا عطاونا درس، درس في الجغرافيا، درس في الجغرافيا تاع كرة القدم، لي الناس اليوم مازال ما هدروهاش كاع، مازال عطاونا درس، لازم حنا كي تشوف كي إلا لعب حميش منو لعب منا زدادكا في الميليو، البولات واللي تطلع تنتحط وتطلع تطلع تطلع البولات واللي تطلع من الديفونس، تولي تطلع من الديفونس. بصح الى ولينا العب على الله نقعدو نمشو على الله. وين نظبط القائمه اللاعبين جدد التي استدعاها جمال الماضي مدافع يانيس حميش، مدافع نادي البرتغالي الذي من المقرر ارتدائه لقميص المنتخب الوطني الجزائري اول مره في مسيرته الكرويه. هذا ولا يبكي خاطش عارف بلي بلاصتو كاينه، عارفها. وين تلقى
حميش أخبار سارة قادمة من القارة الأوروبية بعد يومين من التحاقه بمعسكر المنتخب بلاده الجزائر وفق لما كشفه وسائل الإعلام الأوروبية العديدة. ودخل الوفد الجديد ظاهر أيسر حميش دائرة اهتمامات 7 أندية أوروبية ترغب في استخدامه خلال سوق الانتقالات لاعبين الصيفية المقبلة حسب ما أكده موقع فوت ميراكتو المتخصص يعني في الترانسفير تاع اللعابة. وين تسعى 3 أندية ناشطة في الدور الدرجة الأولى الفرنسية للتعاقد مع اللعاب المنتخب الوطني الجزائري مونبيلي بريست ونادي كليمون فوت. وبالرقم يعني وبالأرقام ذاتها وين تخطط فرق إيطالية تنتمي إلى الدور الدرجة الأولى سيري أي لخط الظهير الأيسر الجزائري في التحويلات الصيفية المقبلة وهي أندية ساسولو بولونيا والصاعد الجديد يعني القسم الأول. ولم يقتصر الصراع الأوروبي لضم يانيس حميش على الأندية الفرنسية والإيطالية ليمتد إلى الدور البلجيكي حيث يسعى نادي ساندولياج للتعاقد مع وفد الجديد وخطفه من الأندية البرتغالية من نادي البرتغالي. ولفت المدافع الصاعد حميش أنظار الأندية 7 إليه بعدما قدم موسم مميز مع فريقه نادي البرتغالي حيث خاض معه 31 مباراة في جميع المسابقات المحلية وسجل فيها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة مساهم بذلك في تسجيل 9 أهداف في المجموع. ويرتبط صاحب 22 سنة يانيس حميش بعقد نادي البرتغالي يمتد إلى غاية 30 من شهر جوان العام المقبل وعلم أنه يقضي موسمه الثاني على التوالي في الدوري البرتغالي بعدما قدم يعني قادم من نادي نيس الفرنسي موسم 2020-2021 وين هي يقول لك نيس هي اللي غادي بيترده ما نعرف حنا. المهم 7 أندية ولا 10 أندية ولا 100 نادي أنا الله ينجحوا مع المنتخب الوطني الجزائري هذه هي حنا الله ينجحه لعاب كبير لعاب وين عنده لي فيديو تاعو عنده لي فيديو تاعو لعاب هذا اللي تعب يعني تعب من اجل الوصول للمنتخب الوطني الجزائري. هذه نورمالمون كره لعب دي مده كره في عام ولا راه يلعب كره رول بلاصو تاع كيسموه تاع بن سبعيني ماشي خطا يجيب لك نوم في الخاصه تاع العاب ندير اللونترينر تاعنا كي كان يدير عطال مكاش يجيب واحد اقل مستوى من عطال بن سبعيني مكاش يجيب واحد اقل مستوى من بن سبعيني علاه في تركيا لعبوا هذوك ديرو كبار بن سبعيني ياه با با با. يا ودي هاو جيب واحد كيما بن سبعيني ولا خير من بن سبعيني التيبه هارا وين الطوبه هارا وين الطوبه هاي هاش الطوبه دروك هارا راك صايب طوبه غادي تصيب طوبه هاو مالك هاو جات غير هضره لازم تسقم روحك بني المنتخب ودير اللمسه تاعك ما ديرش ما تتكلش على اللعابه النجوميه تاع اللعابه خاطر النجوميه تاع اللعابه تولي اللاعب يكون كي والو ما يماركيلكش هيا راه تربح هيا ما يماركيلكش اش غادي ديرو انت على هذيك دير اللمسه تاعك كيما كيروش كيما إليوسيسي 2019 بدل 19 جوار تاكل على روحه لمسه تاعه يتمشي قرايته واش يعرف هذيك انت دير اللمسه تاعك. انا على قلت لك باللي 4 سنين اللي كنت فيها اللي فاتت ما كانش اللمسه تاعك مكاش انت المدرب ما كانش عندك اللمسه تاعك ما عندكش خاطر بشنا ميجاو الاختبارات كنا غير في الفروض فروض افتراضيه من ميجاو الاختبارات خسرنا صح كاليفينا جبنا نقطه لعابه ما داروا جبت نقطه جا سونك 5 ايام خرجها ايطو سكران قالوا كاينه بارتيال وتلعب خرج سكران برومي ماتش كان سكران دوزيام ماتش جا صاحي ربحك في الكاميرون كان سكران لهنا جا صاحي ربحك شوف كيفاش لازم شويه
دوروا ندور خويا باش يكون على بالك لافريك تطورت لي زونترينور راهم فور لي زونترينور راهم فور عندك اوغندا اكميها اضربها بخمسه دوزيام ميطو دخل لعابه نشوفوا اللعابه خلينا نتمتعوا لعابه جدد نشوفوهم تنزانيا فانيك قادر تنزانيا بريمير ميطو تخرجها بزوج دوزيام ميطو تزيد لها حبه يعني تبقى لك ديك 20 التاليه دخل لعابه خلينا نتمتعوا هذه هي اخويا.